ديوان حول الخيل وركوبه باللغة الهندية، نسخة مصغرة لمصحف تعود للقرن العاشر، أو محبرة مصنوعة من العقيق. معهد العالم العربي يحتضن ما يقارب 500 قطعة من روائع الفن الإسلامي، تحف نادرة تنتمي للمجموعة الاستثنائية لرجل واحد، ناصر دافيد خليلي، ملياردير مغرم بالفن الإسلامي مع كونه يهودي من أصل إيراني يعيش في لندن. أعتقد أن كل قطعة في هذا المعرض تعتبر سفيرا للثقافة الإسلامية، أنا فقط جمعتها، يمكن القول أنني راعٍ. راعٍ جمع خلال الأربعين عقدا الماضية تحفا تشهد على انتشار الحضارة الإسلامية من الأندلس إلى حدود الصين خلال القرن السابع الميلادي، ليصل عدد قطع نوادر الفنون الإسلامية هذه إلى 20,000. إلا أن ناصر دافيد خليلي يعتبر أن فخر اكتسابها لا يكتمل إلا بفرحة تقاسمها مع الجمهور. هو ليس جامع تحف فحسب، بل شخص يريد مصالحة الإنسانية التي تمضي مجمل أوقاتها في النزاع في حين يمكنها التواصل أمام الأشياء الجميلة. أسماء الله الحسنى وعددها 99 نقشت بالذهب على مقبض هذا السيف الذي يعود إلى القرن 18. أتمنى أن يخدم هذا المعرض الوئام والسلام بين المسلمين وغير المسلمين. كنت دائما أعتبر أن سلاح الدمار الشامل الحقيقي هو الجهل. إذا حاولت تعليم الناس ثقافتهم وحضارتهم فسيكون العالم أفضل. ناصر دافيد خليلي دأب على توزيع مئات آلاف الكراريس المصورة التي تشرح الفنون الإسلامية، وانتقل بمعرضه هذا إلى عدة عواصم في العالم. هو يردد أنه وهو اليهودي يسعى للتعرف على ثقافة المسلمين، ومن خلالها حتما سيستوعب أكثر ثقافته الخاصة.